احلى عكاوي من ايدك. يا هنا يا هنا يا فوزيه، شايفين صينيه عكاوي ما فيش، واللحمه ايه بقى ومعاها لحمه، لحمه دايبه دايبه، تشوفها حتى شوف شكلها ايه، تخينه اهي ودايبه. بالبصل والطماطم فقط وبهارات، ولا حطيت لها سمنه ولا اي حاجه منها فيها. اوعي تنسي يا فوزيه، تنسيش يا فوزيه، قلوب كتير يا فوزيه قوي، ومش عايزه بقى ايه، انا عايزاها تطلع فوق 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 فوق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وانتم طيبين. معلش انا اتاخرت عليكم، بس ايه عشان اجيب لكم حاجات ايه حلوه. طبعا حاجات ايه بتاعت العيد كلنا عارفين. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل النهارده صينيه عكاوي بالطماطم والبصل والبهارات بس فقط لا غير، وهحط معاها كام قطعه لحم. عندي بصل، عندي بشره طماطم، عندي بصل اخضر برضك هقطعه عليهم، عندي بهارات كركم، بصل بودره، ثوم بودره، فلفل، جنزبيل، شعر الكمون برضك، شويه هيل، شويه كزبره، وطبعا الملح. وبعدين هحط بابريكا، بابريكا حلوه مش بابريكا حاره، وهنحطها في الصينية وهغطيها بالقصدير وهلفها بالفويل وهدخلها الفرن. انا ولعت الفرن عشان يبقى ايه سخن. خليكم معايا، للحمة وهحط معاها بقى كم حبة تمرة عشان يساعدها على السوا بسرعة. اهم مش هحط الماء، هحط التمرة بحالها. دلوقتي بقى هحط الطماطم، هحط الطماطم دلوقتي الا على الايه؟ ارضية الصينية علشان ايه؟ ورق الزبدة. حط البابريكا، حط البهارات كلها، هحط الملح. طبعا انا صدمت اللحمه والكوارع بحته السمنه، لحظه وهكون معاكم. دلوقتي هحط التمر، انا شوفوا فصصته اهو، ده اللي كان قدامي تمر سكري. ما بيأثرش الطعم بتاعه على اي حاجه، بدليل ان احنا بنحطه في في اللحمه عشان ايه تستوي. وبعدين هحط ايه الماء، هحط صلصه الباربيكيو عشان اكتر بردك، شويه خردل، شوية خل بلسمك كده، قوي قوي قوي، الحمد لله كده كويس قوي. هقلبهم وارجع لكم. هحط دلوقتي هريسة فلفل حلو بردك، ما هوش شطه، خلاف البابريكا،
انا عاملاه في البيت برضك. الحاجات دي كلها هتطلع لك بقى اللحمه. هنبدا بقى في تقطيع الايه، البصل الاخضر. وهحط عليها برضك كرفس عشان الايه النكهه والريحه. العروق جبت الاكوا بقى، ها انا بحط الاكوا دلوقتي. مش عارفه الكاميرا مالها. حطيت ورق الزبدة وخلي هو كده. هجيب قنطير واغلفه ايه هتغلفه كويس كده علشان البخار بتاع المية بتاع البصل بتاع اللحمة وبتاع كل حاجة والطماطم كله ما يتسربش وما تستويش. شايفين؟ هدخل السمنة بقى لكم. أحلى عكاوي من إيدك. يا هنا يا هنا يا فوزيه، شايفين صينيه عكاوي مفيش، واللحمه ايه بقى ومعاها لحمه دايبه دايبه. تشوفي حتى شوف شكلها ايه، تخينه اهي ودايبه. ولا حطيت لها سمنه ولا اي حاجه منها فيها. اوعي تنسي يا فوزيه، تنسيش يا فوزيه، قلوب كتير يا فوزيه قوي. ومش عايزه بقى ايه، انا عايزاها تطلع فوق 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 فوق.